قد ايه عمرك زينب؟ عمرك 11 سنه. انت بتحبي الكبه كيف؟ بالجرن. بتحبيها بالجرن؟ ليه بتحبيها بالجرن؟ تفرق الطعمه بالجرن ومش بالجرن؟ بالمكانات اوقات بصير في لخبطه، بس بالجرن لا ابدا. وانت بتعرف تستعمل الجرن؟ بتعرف تدق اللحمه بالجرن؟ ماما اليوم بتعملها بالجرن ام بتعملها بالمكنه؟ لا بالجرن. بالجرن بعدها بتعملها الماما. وانت فرجيني كيف تعمل، كيف تعمل اللحمه بالجرن؟ منشيلها، ايه منحطها بالجرن ومندقها لتصير ناعمة، بس هي ما حتندق معنا منيح لأنه بعدها قاسية هيك شوي. ايه بدها يعني بدها شغل كتير. قد ايه تقريبا بتاخد وقت الكبة لما بتدقيها بالجرن؟ بتاخد ساعة، ساعة ونص. ساعة ونص ضلك عم بدقي، عم عملية على المكنة، عملية على المكنة على الكهرباء وبنخلص خمس دقايق. بلش دقي فيها، قليلي كيف بدقي فيها. وقد ايه بتساعد الماما بالكبه وبالجرن بالطبخ؟ هي اوقات بتكون بدها شيء حدا يساعدها، بساعدها انا. وبعد مدرستك؟ اول شيء بدي افكر بالدراسه. اول شيء بالدراسه. اوكي، وليه عم تتعلمي طبخ من انت وصغيره؟ تتعلمي كبه على التراث القديم كيف يعملوها ليه؟ لانه لازم نتحمل المسؤوليه، لانه بس نصير كبار بنتجوز ونتحمل مسؤوليه البيت والاكل. بتحمل مسؤوليه البيت والاكل؟ هلا تطلعي ست بيت يعني. تطلعي ست بيت يا زينب. اي عمر بدك تتجوزي انت وصغيره؟ لا. قد ايه بدك تنطري يصير عمرك؟ 29. لتخلصي علمك وتشتغلي وجوزك. وإذا جوزك ما بده ياكلها بالجرن بكره؟ بلا، بتطعميها بالجرن. ولادك بكره بعد اسمال يعني بعدك عمرك 11 سنه، يصير عمرك 29 سنه يا زينب، ولادك شو بدك تطبخي لهم بكره؟ الاكل القديم. القديم؟ ليه الاكل القديم؟ لانه ما في دهونيات كثير. ايه. وما بحب طعمين الاكل الجديد. مثل شو الاكل الجديد اللي ما بتحبيه؟ مثل الدهنيات والطبق والاكل الصيني والبطاطا المقليه. الاكل الصيني والبطاطا المقليه ممنوع؟ قولي كزينب، بعد كم سنة الجرم بضله موجود أم بيختفي مع الوقت؟ رح يختفي. وانت شو رح تعمل عشان يضل الجرم موجود عنا بالضيعة؟ رح خلي عندي، رح تضلك تدق الكبة بالجرن. شكرا لك، رح تعمل الكبة هلأ يا زينب وناخدها على المطبخ نشوف شو رح شوف. هلأ عملناها شوي، قلت بتاخد ساعة وقت، بس بعد ما تدقيها بالجرن شو بتعملي؟ رح نجبلها. تجبليها؟ انت بتعرفي تجبلي الكبة؟ بتعرفي تجبليها؟ خلينا نشوف كيف تجبل الكبة معك يا زينب، تفضلي. بس قبل ما تجبليها يا زينب شو بتعملي؟ حطيها هون. قلتي لي بالبريك في قصة خيوط بيض. بدنا نشيلهم منها. شو الخيوط البيض هن؟ شو هن هيدول؟ هالأبيض. ايه. بينشيلوا منها كلهم. لأنه هو هن قاسيين. شو هو الخيوط البيض؟ يعني دهن؟ بتشيليها، بعد ما تشيليها بتجبليها؟ كيف تنجبل الكبة؟ بنحطها بصحن وبنحط البرغل معها. ايه. والبهارات. ايه كله موجود هون، بتحطيهم. وملح وبنجبلها وهي بتصير كبة. بتصير كبة، وبتسلميها الكبة لزويا، رح نشوف زويا، مسا الخير يا زويا، انت شو تعملي لنا اليوم؟ القرص بدهن كبة صغرتاوية. كبة الصغرتاوية، اوه عقصولة يعني بدك تعمليها. انت زينب بتحبي الكبة، بتحبي الكبة الصغرتاوية؟ ما بتحبي اي كبه لكن بتحبي كبه الجنوب. كبه الجنوب. يا زوي اي اطر، الكبه الجنوبيه او الكبه الصغرتويه؟ الكبه الصغرتويه اكيد اصليه. ولو شو بالجنوب تقليد؟ لا بس انه ضايقتها مره مش عجبتني، هني بيحطوا لها كمون بيحطوا لها اشياء غير عنها. هلا رح تختلفوا بالسياسه، مش مختلفين، بدكم تختلفوا على الطبخ. اي انواع كبه بدك تدقي لها كبتها اليوم شوفي اذا طيبه؟ بتدقيها؟ بتعرفيها الكبه الصغرتويه شو هي؟ ما بتعرفيها؟ خبريها، خبرينا يا زويا، انت بتعرف تطبخ الكبه الصغرتويه؟ ايه. كيف تنعمل؟ في القرص. ايه. حعمله. في الكبه المطبقه ممدوده بالصينيه بتكون رائعه. في بقلبها لبنه، وفي الكبكوبه الكبيره بنحط لها زيت زيتون، بنحطها بس انه بدها ايد كبيره تنعمل. ايدك قد ايه؟ قد ايه بيطلع الكبكوب معك؟
صغير بيطلع صغير. ايه. قالت لي قبل شوي زينب ليه بتتعلم الطبخ وليه بتعرف تطبخ؟ انت قد ايه عمرك؟ 11 سنة. انت كمان السؤال نفسه، ليه بتتعلم الطبخ وطبخ الاكل التقليدي الايام زمان؟ طبخ وتراث، فن ونفس. شو بدي ناقشك بهالثلاث نقاط، شو هو؟ فن وتراث ونفس. بتعرفي شو معناتها هالكلمات؟ خبريني شو معناتها. نفس يعني انت تكون مرتاح انت وعم تعمله وحب اللي انت عم تعمله، والتراث هو من قديم وبعده هلا، والفن هو شغله كثير كثير مهمه ومشهوره فيه. مشان يعني مشان تقدمي الطبق بطريقه حلوه ورح تذوقينا الكبه. رح تعمليه؟ قلت اي كبه رح تعملي هلا؟ القرص. رح تعملي شو المقادير قدامك؟ شو عندك؟ عندك الكبه هون جايبتيها من صغرتها دغري على الاستوديو. ايه اكيد. وشو كمان؟ الكبه. ايه؟ وهلا بدي اعملها شوي مي ترخى، بس ما لازم ترخى على الاخر. كل ما اقول صغرتها بتضحكي بتضحكي. ايه يا زويا شو بدك تعملي؟ رح احطه باربع دهن. هلا بفرجيك. بتفرجيني كيف؟ طيبه؟ اكيد. ام كبه زينب؟ كبتها اطيبه. زينب بدك تدقيها؟ بتساعديها ام تتعلمي منها؟ بساعدها. بتساعدك ام لا؟ بتتعلم منها. بتتعلمي منها هلا، مرة جاية انت بتعمليها. خلينا نشوف بعد شوي شو رح يصير، شو رح يصير بالكبة الصغيرة توي. رح ندوقها بعد شوي. قلتي لي كبكوب وسط رح تعمليه. هلا بدي اعمل القرص. عملتيه مزبوط؟ اي اكيد. شفتي تعلمتي كيف؟ بالفرن اما بالشاوي كيف نعملها؟ ما بعرف. اثنيناتهم بينعملوا. شو بتفضلي انت؟ اي اطيب؟ اثنيناتهم. اي الاطيب؟ بس شكله احلى بيطلع بالفرن. بالفرن بنحطها بالفرن. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناه، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.